بعد انتهاء المواجهات المسلحة التي حصلت في كربلاء قبل أسبوع بين أتباع الصرخي والأجهزة الأمنية، عادت الحياة لطبيعتها وبشكل مباشر ولتشمل كافة المجالات بما فيها الرياضية، إذ اختتمت في قاعة الحكيم المغلقة بطولة أندية العراق بكرة الطاولة للدور الممتاز بمشاركة 6 أندية. قام الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بإقامة ختام دوري أندية العراق للدرجة الممتاز. شارك في هذه البطولة 6 أندية. أنا الحكمة الدولية، شاركت في هذه البطولة والحمد لله الأجواء زينة رغم كل الظروف في كربلاء يعني، لكن الحمد لله ما لقينا أي صعوبة. خلت البطولة من عدد من الأندية لا سيما أندية إقليم كردستان بحجة الأوضاع الأمنية، ما جعل الاتحاد المركزي يتخذ قرارا بمعاقبة الأندية المتخلفة وإنزالها إلى دور الدرجة الأولى بدل الممتاز. بالنسبة إحنا كاتحاد يعني عقدنا اجتماع البارحة وقررنا عدة قرارات، منها نزول جميع الفرق اللي امتنعت عن الحضور إلى الدوري الدرجة الأولى، وهذا قرار اتحادي بموافقة الكل، لأن مثل ما يسرى علينا احنا نتعنى السفر والمخاطر ونذهب للشمال حتى بالبر، وبالنسبة هم طيران موجود. يحتدم التنافس بين أبطال اللعبة لنيل المراكز الأولى لضمان تمثيلهم العراق في بطولة العرب المرتقب إقامتها في المغرب، إذ تنافس على المراكز الأولى أبطال مثلوا العراق عربيا ودوليا فضلا عن أسماء جدد وجد فيها المشاركون بذرة جيدة لمستقبل اللعبة. المنافسة بين الفرق الثلاثة الأولى كانت نوعا ما قوية ومتقاربة، بعض اللاعبين ظهروا بمستوى ممتاز جدا وعندهم يعني أعمار صغيرة ومواهب جيدة، نتأمل إن شاء الله يعني يعيدون أمجاد اللعبة بالثمانينات. صح فرق قليلة بس كان مستوى جيد، يعني مشاركة 6 فرق جيدة من أفضل فرق بالعراق. ختام البطولة أحرز نفط الوسط المركز الأول وإمام المتقين المركز الثاني، فيما حل غاز الجنوب ثالثا والصناعة رابعا، وجاء لقب أفضل لاعب للبطل الدولي حسين عقيل من غاز الجنوب ولقب الفريق المثالي لنادي الصناعة. إيمان بلال، الحرة، كربلاء.